السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو نيميرو 28 تحت عنوان ليكتور جرافيك. بهذا الفيديو هنشتغل اكزرسيس ليكتور جرافيك، وهيدا سؤال موجود بصندوق الوصف كملف بي دي اف. بتمنى على التلميذ انه يقرا السؤال بشكل جيد، يفكر بالحل وبعدين يتابع معنا الفيديو. عم نقول on donne la courbe représentative C d'une fonction f définie sur R, T et la tangente AC en A. فإذا بنقرا السؤال، نفكر بالحل وبعدين بنحضر الفيديو. هيدا السؤال بيتألف من 8 بارتي مثل ما شايفين. بنروح ل solution. بارتي 1، A عم بيقول اكسبليكي بوركوا اف اي بير. بهيدا البارتي طبعا نحن بكل السؤال ما معنى الاكسبريسيون للاف اكس، معنى الكورب ريبريزونتاتيف سي للفونكسيون اف. مثل ما ملاحظين ومثل ما شايفين انه الايجريك بريم ايجريك هو اكس دو سيمتري دي لا كورب سي. مثل ما ملاحظين على يمين y بريم y مثل اللي على يسار ال y بريم y، يعني y بريم y هو اكس دو سيمتري دو سي، دونك اف اي بير. بارتي بي، اون ادمي كو لير دو لا بارتي اشيري اي 0.0708، كالكولي لير دو لا بارتي نوار. بهيدا البارتي حنستفيد من المعلومة اللي بتقول انه ال F A pair، انه ال Y بريم Y اكس دي سيمتري دو لا كورب سي. خلونا نعمل السيمتري لهيدا الريجيون باللون الاسود بالنسبة للاكس Y بريم Y. هيدي البوان اللي عندها موان 1 موان 1 سيمتريك لإلها، هون حنسميها بوان E. هيدي عندها كوردوني 1 موان 1 سيمتريك لهيدي البوان F، حتضل نفسها F. هيدا الريجيون الموجود هون باللون الاسود السيمتريك لإلو، هيطلع هيدا الريجيون هون باللون الاسود هيدا الموجود هون. بما انه y بريم y اكس دو سيمتري دو سي، هودي الريجيون هن سيمتريك بارابور ا y بريم y، وبالتالي مساحة هيدا الريجيون على اليسار بتساوي مساحة هيدا الريجيون باللون الاسود على اليمين. وإذا اطلعنا مظبوط على الفيجور، المساحة الهون اللي باللون الأسود هي مساحة تريانجل A E F، منشيل منها مساحة هيدا البارتيل الأشيري. فإذا لير دو لا بارتي نوار مثل ما حكينا هي لير دو تريانجل A E F موا لير دو لا بارتي الأشيري إيجال. ال A E F هو تريانجل ريكتانجل إيزوسيل أن E، وبالتالي مساحة هيدا التريانجل هي A E فوا F E سور 2 موان لير دو لا بارتي أشيري 0.0708 إيجال A E مثل ما شايفين بتساوي 1 فوا ال F E مثل ما شايفين أيضا 1 سور 2 موان 0.0708 إيجال 0.4292 طبعا اليونيتي دار. بارتي 2، كالكولي ليميت دو اف اكس لوسك اكس تنفير موان انفيني اي ليميت دو اف اكس لوسك اكس تنفير بلوس انفيني. بهيدا البارتي مثل ما ملاحظين لا كورب سي ادمي لا دروات دي ديكواسيون y ايجال 1 كوم اون اسيمتوت هوريزونتال اون موان انفيني اي اون بلوس انفيني. عم نقول بدنا الليميت دو اف اكس كون اكس تنفير موان انفيني، يعني الاكس حتروح باتجاه موان انفيني. هيدي الاكس حتروح باتجاه موان انفيني، حتروح على اليسار. خلونا نشوف الاف اكس شو عم بيصير فيها. اذا الاكس بتروح على اليسار هيدي الاف اكس، كل ما بنروح على اليسار مثل ما ملاحظين مثل ما شايفين هيدا الارتفاع بيقرب تدريجيا من ا،
وبالتالي ليميت دو اف اكس كون اكس تنفير موان انفيني ايجال ان. ايضا ليميت دو اف اكس لوسك اكس تنفير بلوس انفيني الاكس موجود هون الاكس حتروح باتجاه بلوس انفيني. اذا الاكس هون خلونا نشوف الارتفاع الاف اكس مثل ما ملاحظين هيدا هو الاف اكس عم بيقرب تدريجيا مثل ما شايفين هيدا تدريجيا عم بيقرب من ا وبالتالي ليميت دو اف اكس كون اكس تنفير بلوس انفيني ايضا بتساوي بلوس ا. بارتي 3 كالكولي ليميت دو 4 سور اف اكس كون اكس تنفير 1 موان اي ليميت دو اكس 2 موان 1 سور اف اكس كون اكس تنفير 1 موان. فإذا المطلوب ليميت دو 4 سور اف اكس لوسك اكس تنفير 1 موان. نحن بنعرف إذا كان في عنا هيدا هون الان إذا x عم بيقرب من 1 بلس يعني من ميلة اليمين فإذا هيدا هون 1 بلس إذا x عم بيقرب من 1 موان يعني هون 1 موان. فإذا بهيدا السؤال الـ x عم بتقرب من 1 موان هيدا هو الـ a كما شايفين إيجال 4 سور. نحن بنعرف إنه حسب الفيجور f دو a إيجال 0 وبالتالي إذا الـ x عم بيقرب من الـ a الـ f x عم بتقرب من 0 بس مثل ما شايفين أيضا 0 موان لأنه على يسار الـ a الكورب C موجود خلينا نعلمه باللون الأحمر هيدا الكورب C موجود تحت الـ x بريم x يعني 4 سور 0 موان إيجال موان أنفيني. المطلوب أيضا ليميت لوسك x تنفير 1 موان ل x 2 موان 1 سور f دي x هيدي بتساوي 1 او كاري يعني 1 موان 1 لا فونكسيون f اي كونتينيو او 1 فينا نقول ليميت لل f x لوسك x تنفير 1 ايجال f دو 1 ايجال 0 سور f دو 1 0 اللي هي عبارة عن فورم انديتيرميني. فإذا توصلنا لفورم انديتيرميني شو بدنا نعمل لنتخلص من الفورم انديتيرميني؟ بأول خطوة خلونا نطلع الإيكواسيون للتانجنت تي. الأ مثل ما شايفين عندها كوردوني أ زيرو اي اف هيدي البوان هون اف عندها كوردوني زيرو موان أ. البونت للتي إيجال البونت التانجنت تي باس بار لي بوان أ إي إف يعني هو البونت للدروات أ إف وهيدي قاعدة من البريفي إيجال إيكغ إف موان إيكغ أ سور إكس إف موان إكس أ إيجال الإيكغ إف يعني موان أ موان إيكغ أ زيرو سور إكس إف زيرو موان إكس أ موان أ موان أ سور موان أ يعني أ. دونك لا تانجنت تي بور إيكواسيون إيكغ إيكال أ إكس البونت يعني إكس بلس بي. دوتر بار مثل ما شايفين الإف موجودة على تي إف أبارتيان أ تي هالشي بيعني إنه إيكغ إف إيكال إكس إف بلس بي. إيكغ إف مثل ما شايفين موان أ إيكال إكس إف زيرو بلس بي وبالتالي بي إيكال موان أ. دونك لا تانجنت تي أبور إيكواسيون إيكغ إيكال إكس موان آه. بالعودة إلى الليميت حكينا نحن إنه الليميت دو x2 موان 1 سور fx لوسك x تنفير 1 موان طلعت 0 سور 0 فورم انديتيرميني. ومنذكر إنه نحن ما معنى fx شو بدنا نعمل؟ خلونا نطلع وفوازيناج عم نقول x تنفير 1 موان x تتقدم من ال 1 موان. إذا منطلع مزبوط au voisinage de 1 t et c sont confondus ou presque confondus.
وهيدي احد اهداف التانجنت، انه نعمل ابروكسيماسيون افين للفونكسيون. فاذا او فوازيناج دو ان، يعني بمعنى اخر اذا الاكس قريب جدا من ان، اموان او ان بلس ما بهم، الاف اكس او هناك امكانيه لاستبدال الاف اكس بالايكواسيون للتانجنت اللي هي اكس موان ان، وبالتالي هيدا الليميت حيصير الليميت لوسك اكس تانفير ان موان x2 موان 1 سور x موان 1. ايضا هون 0 سور 0 فورم انديتيرميني، حنقول ليميت كون x تنفير 1 موان ا2 موان ب2 فوق x موان 1 x بلس 1 ديفيزي بار x موان 1، نعمل سامبليفيكاسيون ب x موان 1 ايغال ليميت لوسك x تنفير 1 موان لا x بلس 1 ايغال 1 بلس 1 ايغال 2. بارتي 4، كالكولي اف 1 اي اف بريم 1. بالنسبه للاف 1، اف 1 ايغال، اذا بنطلع هون بال 1، اف 2 1 ايغال 0. بالنسبه للاف بريم 1 ايغال، في عندنا هون الـ A عندها أبسيس 1، فإذا هو الـ بونت للتانجنت AC en A، هو الـ بونت دو تي. والـ بونت دو تي هلا جبناها من شوي إيغال بلس 1. بارتي 5، ريزودر لي زيكواسيون سويفونت، FX إيغال 0 et F'X إيغال 0. دائما ساعتما بننسأل عن ريزوليسيون لإيكواسيون اف اكس ايغال 0، عيوننا بدها تروح للانترسيكسيون بين السي افيك لاكس دي زابسيس. اذا بنطلع على الانترسيكسيون بين السي والاكس بريم اكس، في عندي اول بوان كوما بي، ثاني بوان كوما ا، وبالتالي اف اكس ايغال 0 سي اسيلمون سي اكس ايغال اكس للآ يعني 1 و x إيغال x للb يعني موان 1. donc l'ensemble des solutions de cette équation est plus 1 moins 1. المطلوب أيضا résolution de l'équation f'x إيغال 0. بالنسبة للاف بريم، ساعة ما بكون الاف كرواسونت بيكون بلس، ساعة ما يكون الاف دي كرواسونت بتكون الاف بريم موان، وساعة ما بيكون في عنا تانجنت اوريزونتال او اون جينيرال ماكسيموم او مينيموم، هالحالة هيدي بتكون الاف بريم ايغال زيرو. فإذا اف بريم اكس ايغال زيرو، بدنا نطلع وين في عنا بوان موجودة على الكورب باللون الأحمر يكون التانجنت باراليل ا لاكس دي زابسيس. هي هيدي البوان مطرح ما بيكون في عنا مينيموم، هون التانجنت بهالحالة هيدي التانجنت تي اسي اون اف اي اوريزونتال، وبالتالي اف بريم اكس ايغال 0 سي اسيلمون سي اكس ايغال اكس اف سي اسيلمون سي اكس ايغال 0. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation est le singleton 0. فإذن ساعت ما بننسأل عن f prime x égale 0، عيوننا بتروح للتانجنت horizontale. Partie 6. Résoudre l'inéquation fx plus grand strictement que 0. المطلوب فإذن الاف اكس اكبر ستريكتيمون من زيرو، وبالتالي حنطلع الجزء من الكورب الموجود اعلى اكس بريم اكس، يعني هيدا الجزء وهيدا الجزء، هيدا الجزء هون الاكس حتكون من الأ للبلوس انفيني، وهيدا الجزء اللي هون من البي للموان انفيني، وبالتالي الانيكواسيون اف اكس أكبر strictement من 0 si et seulement si x appartient à l'intervalle moins infini moins 1 moins 1 هتكون هون over لأنه عم نقول strictement union. أيضا في عنا على الـ A يعني 1 over plus infini. donc s égale moins infini moins 1 union 1 plus infini.
فإذا بهالحالة هيدي مفترض يكون السي اي او دوسو دو اكس بريم اكس، سي اي او دوسو دو اكس بريم اكس. Partie 7. Dresser le tableau de variation de f. إذا طلعنا نحن بالكورب سي مثل ما شايفين هيدا الكورب سي نزل بعدين طلع، فإذا نزل بعدين طلع. نزل لعند هيدي البوان اف، فإذا نزل لعند هيدي البوان اف. الخطوة الأولى بنحط اكس اف بريم اكس اف اكس. الخطوة الثانية بنحط الدومين دي ديفينيسيون اللي هو الموان انفيني بلس انفيني، وبالتالي حاكتب هون موان انفيني بعدين هون بلس انفيني. الخطوة الثالثة بنحط البوان اللي عندها مينيموم او ماكسيموم، في عندنا هون مثل ما شايفين البوان اف، هيدي البوان اف عندها كوردوني 0 موان 1. ومثل ما شايفين سور لانترفال موان انفيني 0 لا فونكسيون اف اي ستريكتمون ديكرواسونت. سور لانترفال 0 بلس انفيني لا فونكسيون اف اي ستريكتمون كرواسونت. هنحط هون سهم طلوع. اذا كانت الاف ستريكتمون ديكرواسونت هالشي بيعني انه الاف بريم موان. إذا كانت الاف ستريكتمون كرواسونت هالشي بيعني انه الاف بريم بلس. ومثل ما حكينا انه الاف بريم دو زيرو ايجال زيرو. منكمل بالتابلو دي فارياسيون. إذا الاكس رايحة على البلس انفيني بدنا نشوف الاف اكس من مين بتقرب. ساعة ما بكون الاكس بلس انفيني بهالحالة هيدي الاف اكس مثل ما شايفين بتساوي اه، هيدا الليميت طلعته ببارتي بأول بارتي، فإذا عندنا هون أ. إذا الإكس موان أنفيني، إذا الإكس رايحة باتجاه الموان أنفيني، كمان هون الإف إكس مثل ما شايفين كمان بيساوي أ أو بقرب من أ. وبالتالي هيك بنحصل على التابلو دي فارياسيون للفونكسيون إف. Partie 8, on admet que fx égale ax2 plus b sur x2 plus 1. Calculez a et b. بالنظر إلى الفيجور، خلينا نقول on a معنى f de 0 égale moins 1. f de 0 égale moins 1. Donc, f دو زيرو حنعوض الاكس هون محله زيرو، يعني اف و زيرو اوكاري يعني زيرو بلس بي سور اكس دو يعني زيرو بلس ان ايغال موان ان. يعني هون على اليسار عنا بي سور ان يعني بي، وبالتالي صار عنا بي ايغال موان ان. دوتر بار في عنا كتير معلومات على الرسمة لنطلع بعد الآ. مثلا إذا قلنا الـ f دو 1 إيجال 0، f دو 1 إيجال 0. دونك الـ f للـ 1 يعني هي a فوا 1 أوكاري يعني a بلس b سور 1 أوكاري يعني 1 بلس 1 إيجال 0. دونك a بلس b إيجال 0. دونك احنا معنا ال b ايجال موان 1 دونك a ايجال موان b دونك a ايجال موان موان 1 يعني a ايجال 1. دوزيام ميثود لنطلع ال a على السريع ما بدناش نضيع وقت. اولا ال a ديفيرون دي 0 لانه لو كانت ال a 0 احنا ال b معنا يا موان 1 بتصير f x ايجال موان 1 سير x 2 بلس 1، يعني ال f x ستريكتمون نيجاتيف، وبالتالي الكورب سي موجود تحت ال x بريم x كليا، وهالشي مستحيل لانه الكورب x بريم x مش موجود كليا تحت ال x بريم x، وبالتالي ال a ديفيرون دي 0. دو f x كون x تان فير بلس انفيني ايغال ليميت كون x تان فير بلس انفيني ل a x2 لانه نحن امام فونكسيون راسيونيل على x2 ايغال a. ونحن حسب اول بارتي الليميت للاف اكس على البلس انفيني بتساوي ا، اور ليميت لاف اكس
quand x tend vers plus infini égale 1. Donc a égale 1. الشكر للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.